بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 136. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. حينما ذكر الشيخ رحمه الله الاحتجاج بما عليه أكثر الناس من العادات ومن اتبعهم من قوم مترئسين بالجهالة لم يرسخوا في العلم، أو يكون دخل معهم من أهل العلم من دخل لشبهة أو لعدم ترو، وهذا قد سبق معنا في الحلقة الماضية، قال هنا رحمه الله: والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم. لكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زال الكلام في الاحتجاج بعادات الناس وتقاليدهم وما أحدثوه من البدع ومعارضة السنة بذلك، وأن هذه المعارضة باطلة، لأن ما خالف الكتاب والسنة فهما محجوج ومخصوم ومفلوج، وإن روج له والدعي له فإن معنا الأصل الأصيل وهو اتباع الكتاب والسنة، ولولا ذلك لهلكنا كما هلكت الأمم من قبلنا من بني إسرائيل وغيره. فنحن أمة ولله الحمد نعتصم بالكتاب والسنة، والله جل وعلا يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا يريح المسلم في حياته وفي تعبداته وفي معاملاته وفي كل شيء. اجعل الكتاب والسنة بين عينيك واسلك طريقهما، ولا تلتفت يمنة ولا يسرة إلى من خالفهما أو ما خالفهما، لا تلتفت إلى ذلك إن كنت تريد السلامة لدينك والسلامة لعاقبتك. فهؤلاء الذين يروجون على الناس البدع في هذا الوقت بالذات، أو يروجون على الناس الأقوال الشاذة في الحلال والحرام والفتوى، ويقولون هذا قال به فلان وأفتى به فلان، نقول: نحن نعرض كل الأمور وكل الفتاوى وكل التعبدات وكل التصرفات، نعرض ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فعندنا الميزان ولله الحمد وهو الكتاب والسنة، فلماذا نلتفت يمنة ويسرة ونتبع الناس على ما هم عليه ونعرض عما في الكتاب والسنة؟ هذا هو الهلاك والضلال. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، مفهومه أن من لم يعتصم بالله فإنه يضل وينحرف. نعم، قالها: ليس طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس. ليس من طريقة أهل العلم الاستدلال بالعادات والتقاليد والاستحسانات وأقوال الرجال، ليس هذا من الاستدلال الصحيح ولا من أقوال أهل العلم المعتبرين، وإنما هذا من قول المتعالمين أو أصحاب الأهواء أو الجهال الذين لا يميزون بين صحيح وسقيم، كما عليه كثير من الناس اليوم من المنادات باتباع الخلاف، وهذه المسألة فيها خلاف. إذا قلت هذا حرام
قالوا هذه مسألة فيها خلاف. ما هو بالعبرة بالخلاف، الخلاف نعم موجود، لكن العبرة من معه الدليل من المختلفين؟ إن كنتم صادقين من معه الدليل؟ فإن كان الدليل مع أحدهم وجب الأخذ به وترك الآخر. أما أن يقال هذه المسألة فيها خلاف لا تضيقون على الناس، نحن لا نضيق على الناس، نحن نريد السعة للناس، لأن السعة في كتاب الله في سنة رسول الله، هو وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرعه الله فليس فيه حرج، أما ما لم يشرعه الله فهو الحرج وهو الضيق، وإن زعموا أن فيه توسعة على الناس. فهذا هو الواجب الذي يجب على المؤمن أن يسير عليه، ولكن هذا يحتاج إلى شيئين. أولا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. الأمر الثاني يحتاج إلى إيمان ويقين وعدم انصراف مع الشهوات والرغبات، وأن يكون الإنسان ثابتا على الحق سواء وافق هواه أو خالف هواه، يثبت مع الحق ولا يميل مع الريح حيث تميل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين. نعم، بسبب الجهالة، هذا إذا أحسنا بهم الظن، وإلا فالغالب أن هذا يكون بسبب الهوى، بسبب الهوى. قد لا يكون جاهلا، يكون عنده علم ولكن لا يعمل بعلمه لاتباعا لهواه. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله بها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية. قد يظن بعض العلماء الذين مالوا مع أهل مع الأقوال المخالفة أو مع البدع المنحرفة، قد يبدي أشياء من الكتاب والسنة يظن أنها تدل على ما يريد، وهي في الواقع لا تدل على ما يريد. ولهذا هناك قاعدة ذكرها العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن كل من استدل بآية أو حديث على خلاف ما تدل عليه فإن في الآية أو الحديث ما يرد عليه. نفس الآية أو الحديث الذي استدل به فيها ما يرد عليه، وإن كان يستدل بها ويظنها له فهي عليه إذا فكرت. هذه قاعدة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإن كانت شبهة وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله. نعم. من أنواع المستندات التي تستند إليها غير أولي العلم والإيمان. نعم، هذه تسمى شبها ولا تسمى أدلة. الأدلة في الكتاب والسنة، وما عداها فهو شبه. حتى في الحلال والحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالواجب على المسلم أن يتبع الحق البين الواضح ويترك المشتبه الذي لا يدري هل هو في جانب الحلال أو في جانب الحرام حتى يتبين له ذلك. نعم. وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظر. نعم، بعض الناس يأخذ بما تهواه نفسه، وقد يحتج بأدلة شرعية لا رغبة فيها. نعم. وفيما تدل عليه، بل لأجل أن يخصم صاحبه ويظن الناس أنه على حق، إنما يستدل بالأدلة الشرعية من باب التضليل أو التستر. نعم، وهذا كثير في أهل الضلال. نعم. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال. نعم، المجادلة الله جل وعلا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة مطلوبة إذا كان المقصود منها بيان الحق، أما إذا كان المقصود بها المراوغة وترويج الباطل على الناس فهذه مجادلة باطلة. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. نعم.
قال: وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. نعم، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. نعم، وأيضا فلا يجوز حمل قول، دل على أن أهل الباطل يستدلون أحيانا بأدلة حق لا رغبة فيها، وإنما لأجل أن يتستروا من ورائها ويظهروا للناس أنهم يتبعون الدليل والكتاب والسنة وهم كاذبون في ذلك، كقول علي: ما حق يراد به باطل. نعم، لما قال الخوارج: لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت إن الحكم إلا لله، لما قالوا إن الحكم إلا لله قال رضي الله عنه: كلمة حق يراد بها باطل. فما كل من قال كلاما حقا أنه يريد الحق ويريد مدلوله، وإنما يريد أن يتستر به ويتوصل به إلى الباطل. نعم، قال رحمه الله: وأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهى عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث. منهم من راوغ وقال: قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، المراد به ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نهى عنه الرسول نتركه، أما ما سكت عنه فإننا نأخذ به في أمور العبادة قصده، أما في أمور المعاملات نعم، لكن في أمور العبادة يقولون إنما يكون بدعة ما نهى عنه الرسول، وما لم ينهى عنه فإنه لا يكون ضلالة، هكذا راوه. نعم، وهذا كلام باطل بلا شك، لأن هذه كلمة عامة: كل بدعة ضلالة. كل بدعة، ما هو خاص بما نهى عنه. نعم، بل كل ما ابتدع في الدين فإنه ضلالة، يدخل في هذا. والكتاب والسنة جاء بقواعد عامة، لا يأتي في كل مسألة دليل خاص، وإنما هناك أدلة وقواعد وضوابط عامة إلى يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يدخل فيه ما نهى عنه من باب أولى، ويدخل فيه ما لم ينهى عنه من المحدثات، لأننا عرفنا أن الدين توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيه، فلا يقال هذا ما نهى عنه الرسول، نحن نعبد الله بهذا لأن الرسول لم ينهى عنه. نقول: لا، الدين ما فيه إحداثات، الدين إنما هو بالتوقيف. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، فالذي يضيف إليه شيئا بعد ذلك هذا يدعي أنه ليس بكامل، وأن هناك شيء لم يذكرها الله ولا رسوله وهي من الدين، فهذا اتهام لله ولرسوله بعدم البيان. نعم، قال: لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث. إذا قيل إن البدع ما نهى عنه خاصة، هذا تعطيل لفائدة الحديث، يكفي النهي عن هذا. نعم، فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم، سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة. نعم، ما نص عليه فهذا ما فيه مجال، لكن الكلام في الذي لم ينص عليه هو داخل في العموم، داخل في العموم، في العموم، وتتناوله الأدلة، كما ذكرنا أن الحوادث كثيرة جدا، وأما النصوص فهي قليلة، لكنها قواعد تنتظم الأفراد وضوابط وتنتظم كل ما يحدث. نعم، فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه، سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهى عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن. نحن ذكرنا القاعدة وكررناها، أن أمور الدين على التوقيف. نعم، أمور الدين على التوقيف، فما لم يأمر الله به ولا رسوله فإنه لا يجوز أن يتعبد لله به. وأمور المعاملات فهي على السعة، على الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه. هم أخذوا القاعدة الثانية التي في المعاملات وجعلوها في الدين، أن الأصل في الدين الإباحة، وأن كل يتقرب إلى الله بما يريد إلا ما نهى عنه الله أو رسوله، ما نهى عنه الله أو رسوله
فإن هذا هو الذي يترك ومن ذلك البدع. قال والبدع لم ينهى الله عنها ولا رسوله، فنحن نتقرب بها إلى الله، وهذا من عكس القواعد المقررة وعكس أمور الدين تماما. أن يجعل القاعدة في المعاملات هي القاعدة في العبادات، بينهما فرق عظيم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة، أو كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك هو الضلالة، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد وليس من نوع التأويل السائغ. نعم، هذا إذن يطرد حتى في المعاملات التي الأصل فيها الإباحة إلا ما نهى عنه الشرع، فيقال كل معاملة فهي ضلالة، كل معاملة فهي ضلالة إلا ما نهى، إلا ما أباحه الله ورسوله، إلا ما أباحه الله ورسوله. يقال كل عادة وكل تعامل فهو ضلالة إلا ما أباحه الله ورسوله. هذه قاعدة ضالة بلا شك. العكس، أن الأصل في العادات والأصل في المعاملات الإباحة والسعة إلا ما دل الدليل على منعه. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: وفيه من المفاسد أشياء، أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث. هذه من المضار الواضحة في هذه القاعدة التي جاءوا بها، أن البدعة ما نهى الله عنه ورسوله فقط، وما لم ينهى عنه فليس ببدعة. من أعظم المضار في هذا الكلام إسقاط هذا الحديث العظيم، وأنه لا دلالة له، لا دلالة له، فما نهى الرسول عنه فهو بدعة، وما لم ينهى عنه فهو شرع. من قال هذا؟ نعم، قال: أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم. نعم، كل بدعة ضلالة، إذا حملناه على أن كل ما نهى عنه الرسول فهو ضلالة، هذا بلا شك، إن كل ما نهى عنه الرسول فهو ضلالة بلا شك، هذا بالنص. لكن هناك أشياء بالمعنى يتناولها الحديث بالمعنى والمدلول، وهو أن الأصل في العبادات التوقيف وعدم الإحداث، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا يعمون عن هذا الحديث؟ إذن يقال هذا ما نهى عنه الرسول، هل إحداث ما نهى عنه الرسول، وهذا العمل ما نهى عنه الرسول، فهو مباح، وما بل هو مشروع كما على قاعدتهم، فيكون هذا إلغاء للحديث كل بدعة ضلالة، ويكون أيضا إلغاء لقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلماذا يأخذون بمفهوم حديث وضعوه من عند أنفسهم ويتركون نص حديث آخر كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ وكان ينادي بهذا على المنبر كل جمعة: فإن شر وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة، انظر كل بدعة، كل بدعة يعني في الدين فهي ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له. إذن ما هناك بدع، لو أخذنا بهذا المفهوم ما صار هناك بدع، بل يقال كل ما استحسنه الناس أو فعله بعض العلماء أو دعا إليه فإنه سنة، ولا يكون هناك في الدنيا شيء اسمه بدعة، شيء اسمه بدعة. أي نعم، كسائر الصفات العديمة التأثير. الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا آخر. إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره. نعم، إذا قيل بهذا القول الضال قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، أي كل ما نهيت عنه، كل ما نهيت عنه فهو ضلالة. معنى هذا إن الإنسان يفعل ما يشاء ويقول هذا ما نهى عنه الرسول،
يحتفل بالمولد، يقيم المناسبات البدعية، يعمل العبادات البدعية والأذكار البدعية وما عليه الصوفية وما عليه، ويقال هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هاتوا لنا حديث أنه نهى عن هذه الأمور. ونقول الرسول جاء بكلمة جامعة فقال كل بدعة ضلالة. كل بدعة في أي شيء؟ في الدين. كل بدعة في الدين فهي ضلالة، فيكون عملكم هذا ضلالة لأنه بدعة في الدين. فالمدار على الدين أنه لا يحدث فيه شيء جديد بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض، لا يسوغ للمتكلم إلا يكون مدلسا. وهذا وجه آخر، وهو أن هناك فرق بين البدعة وبين ما نهي عنه، فليس كل ما نهي عنه بدعة. فالمعاصي والزنا وشرب الخمر لا يقال إنها بدعة، يقال هذه ذنوب ومعاصي وكبائر، ليست بدعة، إنما هي مخالفة للأدلة، وفعل لما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا يقال إن الزاني مبتدع أو السارق مبتدع، بل يقال السارق والزاني عاصيا. فليس كل معصية تكون بدعة، وليس كل ما نهي عنه يكون بدعة. أما البدع فإنها بالعكس، البدع كل ما أضيف إلى الدين والعبادة وليس عليه دليل من كتاب الله فهو بدعة، بدعة في الدين، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة. نعم. قال فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض، لا يسوغ للمتكلم إلا يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود. نعم. فهذه أمور واضحة، لا مغالطة فيها. فهناك فرق بين المعصية وبين البدعة. فما كل من خالف الأوامر والنواهي يكون مبتدعا، بل يكون عاصيا وفاسقا ومخالفا. وأما من أحدث في الدين ما ليس منه فإنه هو المبتدع، يجتمع فيه الوصفان، أنه مبتدع وأنه مخالف وأنه عاص. وأنه عاص. أما الأول الذي يفعل المنهي عنه فهذا لا يقال إنه مبتدع، يقال إنه عاص فقط، إنه عاص ومخالف وفاسق إن كان فعله يقتضي الفسق. ففيه فرق بين هذا وهذا، ولكن من يسوي بين الأمرين فهو ملبس، يريد التلبيس على الناس. نعم. الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد حالهم على معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد، ولا يحيط بأكثر إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. نعم. أن قوله الرابع من وجوه الرد. نعم. على من قال إن البدع فيها شيء حسن. نعم. أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد. نعم. إذا فسر الحديث كل بدعة ضلالة، أي كل ما نهيت عنه فهو بدعة وهو ضلالة. نعم. هذا إحالة على ما لا يستطيعه الناس، لأن ما كل أحد يحيط بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما حتى العلماء. نعم. العلماء الكبار لا يحيطون بالسنة كلها، ويحيطون بكل ما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يحيطون بالبعض ويخفى عليهم الشيء الكثير. ولذلك العلماء يتفاوتون، منهم من يجهل كثيرا من الأحاديث، بينما هناك من عنده علم بما ليس عند الآخر، وفوق كل ذي علم عليم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. قال إحالة على ما لا يكاد يحيط به أحد، ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. لا يحيط بأكثره، لا بكله،
إلا خواص الأمة. الأمة هذا بالأكثر. أما الكل فهذا مستحيل، مستحيل أنك ستحيط بكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر. نعم، لو إذا 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 قيل كل بدعة ضلالة، هي كل ما نهيت عنه فهو ضلالة، فهذا تقليل من البدع، لأنه إنما نهى عن أشياء خاصة بذاتها، نهى عن أشياء من الأعمال بذاتها خاصة. فلو قصرنا الحديث على ما نهي عنه وقيل هذا هو البدعة، لصار كالبدع قليلة والسنن لصارت البدع كثيرة قليلة. نعم، لصارت البدع قليلة ومحصورة، وهذا خلاف الواقع. نعم، فإن البدع كثيرة وغير محصورة، تصرفات الناس واستحساناتهم لا تحصر، لا تحصر. وكل له ذوق، وكل له رغبة، وكل له هوى، يمكن حصر هذا. نعم. قال وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. اللفظ العام يعمل بعمومه، يعمل عموم الحديث ولا يقصر على أشياء خاصة، فإن هذا يعطل العموم، يعطل العموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذه الوجوه غيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه. وندعو نعم. ندعو هذا لحلقتنا القادمة إن شاء الله بعد إذنك شيخنا لنهاية وقت هذا اللقاء. أيها الأخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.